وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الأوروبية الإفريقية أن التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه العالم ويجب التضامن لمواجهته. كما شددت فون دير لاين على أن أوروبا ستبقى الشريكة الأساسية لأفريقيا. إن أفريقيا تسخر بالثروات، تسخر بمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة المياه والرياح والطاقة الشمسية، وأفريقيا أيضا تسخر بالموارد الطبيعية، فربع التنوع البيولوجي في العالم يوجد في أفريقيا، وبالتالي لوضع حد لظاهرة التغير المناخي فإن العالم بحاجة إلى أفريقيا. إن الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة سيتطلب إجراء عملية بمراحلها المختلفة، وذلك ينطبق على أفريقيا وينطبق على أوروبا أيضا، ونحن نعتزم القيام بهذه العملية الانتقالية ونعقد العزم عليها، ونتطلع إلى اللقاء بكم في مؤتمر الأطراف 27 في مصر في هذه السنة. إننا بحاجة إلى كفالة صحة لكوكبنا ولسكاننا، والاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لأفريقيا لمكافحة جائحة كوفيد-19.